صباحك. وحضرتك ايه؟ اسلام. مظبوط. اسلام. اسلام ايه يا اسلام؟ ليه ايه المشكلة؟ ليه ايه المشكلة؟ بستفهم بس، بندردش مع بعض. يا اسلام عندك مشاكل؟ اسمي اسلام الالفي. اسلام الالفي؟ ده لقب يعني؟ انت من العيلة دي ولا بتتلزق فيهم؟ لا ده لقب العيلة. لقب العيلة. تمام. عندك كم سنة يا اسلام؟ 31. ساكن فين يا اسلام؟ ليه؟ الابلكيشن. الابلكيشن ايه اللي عايز كده؟ الإدارة العامة الابلكيشن عايزة كده. تمام. ساكن فين؟ عملية. تمام يا فندم. تمام. ساكن فين يا سلم؟ مدينة نصر. على كده بقى انت هناك من زمان؟ وده برضه الابلكيشن عايز كده؟ ممكن بس تشدي شويه، متاخر على الشغل. بنحاول والله، بنحاول نشد والله العظيم من اول اليوم. انت ساكن هناك من زمان؟ كم سنه كده يعني؟ انت قرفان من حاجه؟ متضايق من حاجه؟ في ريحه مش عاجباك؟ لا انا عايز اخلص بس، انا عندي شغل تحت درسك حبهان قاعد على مسمارين. مالك فيك ايه؟ لا فهمني يعني، مالك فيك ايه؟ مش على الصبح. لا فهمني ورد عليا زي ما بكلمك كده. يلا يا رشاد. صباح الخير يا فندم. اخبار معاك ايه؟ على فكره ده اوبر. احنا متعودين نطلع مع بعض العمليات. التوصيلات. التوصيلات. ايوه فندم. تمام يا فندم. شعره اسود، لابس بنطلون جينز فاتح، غالبا هو اللي قتل لولا. وعامل شعره فاتح ولا ايه؟ فندم انت وقت بتتهمني حضرتك بالعبط؟ بتهمك بالعبط. شكرا لولا. فاكر لالا ولا مش فاكره؟ لالا مين؟ كانت اخر كلمه عمال يقول لك انت مين اصلا؟ انت مين؟ انا امير رشاد. امير رشاد؟ طب فين كرنيهك؟ عمال يقول لك كرنيهك. فين كرنيهك؟ فين بطاقتك انت؟ كل جبروت بطاقتي؟ انتوا مش عارفين انتوا بتتكلموا مع مين؟ لا انت طبعا بتشرح لي كده تبقى مقطعها. لا فين كرنيهك يا ابني انت؟ لابس شميز اسود. شميز؟ لا مش عارف شجر التوتو جاي منين؟ انتوا بتستهبلوا التوتو ولا ايه؟ انت فين كرنيهك يالا؟ انت فين كرنيهك؟ عامل عينيه. سيب الامين رشاد يا ولد. عامل عينيه ولد. طب بصي انت خليك انت كده بقى. ايوه 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 انت وقعت خلاص. لا 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 تهدى تهدى. انا هوديكوا في 60 داهيه يا عالم. يا سلام يا رمم. ده انا هوريكوا. انا رمم. انا هوريكوا. انت هتبقى رمم. يا ريت حد يجيب لي كرنيه عشان هو عايز يشوف. انا هجيب لك الساندو حالا. انت كمان ماشي من غير كرنيه وبتقول لي ان انت امين؟ ده انا هطلع ميتين اهاليكوا. ايوه يا فندم، طم القبض عليا يا فندم. لو ما لقيتش الكرنيه بتاعتي تمام. انا هحبسكوا النهارده. الشرايين دي كلها كانت لينا. هتندم. انا عايز اشوف بقى. هتندم. لا انا عايز اشوف. هو غلط لما هو ده اللي قتل لولا. هو ده اللي قتل لولا. تعالى تعالى. هو ده اللي قتل لولا. تعالى انزل 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 اهدى بس اهدى. انت كنت معانا في كريزي يوما؟ انا موافق اني ذيع. موافق. ايه خد يا واو. انت كريزي يوما كنا بنهزك؟ قولي موافقة انزيع بس ما توديناش في ده. لا مش موافقة. وافقي وبكره هنسامحك يلا. طب ومشواري اللي انا رايحاه؟ هنوسعلكي يا شابة. على حسابكم. مش هدفع. عشان ندفع حاجة. مساء الخير. مساء الخير. استاذ محمد. استاذ محمد. ايوه. تمام بس كنت ببدا بس. لا مفيش مشكلة. انت ليه اسمك محمد ايه؟ ليه يعني؟ محمد ايه؟ محمد محمود عادي. محمد محمود؟ عادي. عندك كم سنة؟ 35. شكلك 30 بس. بس ماشي. عشان لو سمحت عشان مستعجل بس. حاضر، الطريق واقف. انطير يعني؟ لا انطيره؟ ان شاء الله خير بس يعني انا طالب اوبر عشان ما اركبش الميكروباص واستعجل شوية. ساكن فين بقى محمد؟ أنا؟ في الطلبية. ساكن هناك من زمان؟ هو في ايه يا فندم؟ انا مركب بنجمع معلومات عشان الابلكيشن بس مفيش حاجه. انا الابلكيشن المره اللي فاتت خد مني 15 جنيه والمره دي بيجمع معلومات؟ لا يا فندم مش عارف ايه. انت ساكن فين في الطلبيه بقى حماده؟ حماده؟ عمليات. تمام يا فندم. ساكن فين في الطلبيه حماده؟ حضرتك سمعت حاجه عمليات لا لا ما تاخدش في بالك، دي اجراءات امن تبع الابلكيشن. ساكن فين بقى حماده؟ في الطلبية. طلبية هرم ولا طلبية فيصل؟ هيفرق.
معايا هيفرق، مع الابلكيشن هيفرق. ساكن في انهي طلبيه فين؟ هرم. هرم يا فندم. تمام. الو اي فندم، تم الوصول للهدف يا فندم، تم التعامل معايا. بوصل يا فندم، بوصل. اي فندم. شعره اسود اسمراني، طول متوسط 170 كده ولا حاجه اظن. هو اللي عمل كده في اللالا. ايوه يا فندم. يلا يا رشيد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا رشيد. فندم عمر معاك ايه؟ ايه فندم؟ الامين رشيد بيطلع معايا العمليه التوصيلات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه فندم. مش مستعجل بس يا فندم، ممكن نفس الدقن ونفس الشنب. شايف انا شايفاه يا رشيد؟ نفس الطول يا رشيد. وعامل ودني منتين ودني من العجين نفس الوصف بالظبط. طلبيه هرم. ايوه فندم، انا وصلت للجون للهدف. هو مين ده اللي بيتكلموا عليه؟ انا؟ بيتكلموا على مين يا فندم؟ حضرتك انا طالب اوبر، عايز سمحت عايز اوصل. سمعت عن لالا قبل كده؟ لالا مين يا فندم؟ ما سمعتش عنها خالص؟ ايه لالا دي؟ لالا مش فاكر اللي رميتها من دور السابع. من دور السابع مين يا عم انت هتجيب لي من دور السابع؟ سابع مين يا عم؟ اعرفك ولا اعرف لالا؟ لالا مين؟ ايوه فندم، ونفس الحواجب يا فندم. انت اللي قتلت لالا. انا قتلت مين يا ست؟ انا اعرف اكل فرخه حتى يا عم. انت بتقول ايه ولا يا فندم؟ مسكناه وجيك. انا بقول لك انا عارفه انا بقول ايه، انا شميت ريحتك هناك وشمها دلوقتي. بقول لك يا عم انت الحضاره. ايوه هو ده، على جنبه على جنبه. هو ده، ايوه هو ده اللي قتل الحضاره. تعال تعال. ايوه ايوه تعال تعال. انا متاكده شميت ريحتك هناك. انا نزلهولي يا عم، هو اللي قتل الحضاره. صباح الخير. اسم حضرتك ايه؟ اسلام. مظبوط. اسلام. اسلام ايه يا اسلام؟ ليه ايه المشكلة ايه؟ ليه ايه المشكلة ايه؟ بس تفهم بس، بندردش مع بعض يا اسلام. عندك مشاكل؟ اسمي اسلام الالفي. اسلام الالفي؟ ده لقب يعني؟ انت من العيلة دي ولا بتتلزق فيهم؟ لا ده لقب العيلة. لقب العيلة. تمام. عندك كم سنة يا اسلام؟ 31. ثلاثين. ساكن فين يا اسلام؟ ليه؟ الابلكيشن. الابلكيشن ايه اللي عايز كده؟ الاداره العامه الابلكيشن عايزه كده. تمام. ساكن فين؟ عملوا ايه؟ تمام يا فندم. تمام. ساكن فين يا سلم؟ مدينه نصر. على كده بقى انت هناك من زمان؟ وده برضه الابلكيشن عايز كده؟ اه. ممكن بس تشدي شويه، متاخر على شغل.